حافظ الرقم الهاتف ديالك ياك اختي، غادي تعطيه ليا عافاك. 0 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
بنتي. اي نعم عرفتيش. من 2019 يعني غير مؤخرا. مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. قمة المعاناة اللي كتعيشها هذه السيدة هي وثلاثة وليدات. 2019 كما قالت لنا تخلى عليها راجلها وهي حاملة عايشة في واحد البلاصة شعلاش فيها العافية. مازال آثار ومخلفات ديال العافية مازال في دارها عايشة مكرفصة. حتى الماء ما عندهمش كما قال لنا انه رب وخلاها حاملة. ونخليكم مشاهدين الكرام انكم تسمعوا القصة بالتفاصيل. السلام عليكم. جيتو داخل ارض الوطن. اليوم كنحكي المعاناة ديالي. الزوج تخلى عليا بعد ما توفات الوالدة ديالي بالسرطان. لكن الموت كتغير الاقدار. الوالدة ديالي بعد ما توفات هو كانت هي كتساعدنا. من بعد هو تخلى عليا ومشى مشى ما بقاش معانا. واخا كنتو قبل عايشين بخير؟ كنا من اسعد الناس. كنا الناس كتقول وكانت ام ديالي عندها لانتريت وكل شيء وكنا الحمد لله. ولكن هو ملي مشات الوالده ديالي ما بقاش قد على الزمان هز راسو. ملي ماتت هما معاه هو اصلا كيسكنوا في الشلوح ومن داك النوع ديال نفس الشلوح اللي غامقين اللي في الجبال. هز راسو ومشى في حالته. بقيت انا بدون اسباب بقيت انا وليداتي كلشي الناس هما سولهم واحد واحد يقول لكم هذه راه يقول لكم هذه راه غير بوحدها. وملي جات كمل القدر وشعلت العافيه دات لينا كاع الاملاك اللي كنملك. واصلا انا عندي مشكل في الماء ما عنديش وما كان ماشي ما باغاش نخدم او ما باغاش ندير عدد من الحاجات باغا نديرهم. ولكن الوليدات صغار ما مخلينيش كيفاش غنتحرك. هادشي اللي بغيت نوصل لك. الكبير فيهم عنده 10 سنين وحدة عندها 7 سنين والاخرى صغيرة. وهادي هادشي اللي كاين. خلاني حاملة في شهر تاني. بقى كي مشى بعد من المدينة. انا ديك الساعة وليت كنوحل. لا كان كيمشي مرة وكيجي مرة كيجي على مرة في سيمانة مرة. فجأة مبقاش كيجي حتى شي مرة. ملي كنعيط ليه داكشي قال لي راه مبقيتش قاد على شي حاجة اش غندير. انا ما عرفتش واش مشدود واش شي حاجة واش ما بقيت عرفت. انا بقيت عرفنا عليه حتى شي اخبار واش ميات واش طالعه في 4 سنوات. لا راه اكثر من 3 سنين. حيت انا خلاني حدا بنتي عندها 3 سنين ونص وهو خلاني حامله. عيطتي عندو المكتب؟ عيطت. النمره ما خداماش خداماش. عانيت المعاناه. عييت ما نعاني. بعت خليت ولادي وخرجت ما خليت صغار. 3 سنين خلاك فاش درتي فيها والام ديالك لا توفات وبقيتي حامله؟ الله اللي كيعلم. اما لا نحكي لك ما نحكيش لك. بتنا بلا ماكله تكرفصنا حياه لا يرثى لها. كنطلب من الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الجنود ديالو يا ربي سبحانه وتعالى. ونسال الله اللطف. هادشي هو الله قدر ما يشاء. ما عندك كيفاش ندير هادشي. حكاكي كثرت ما بقيت نحكي فيه مع الزمن طال. بالنسبه لي وليت كنتهدى انا باش نبقى حيه لوليداتي. ما عانيت المعاناه عندك كتقولي الحمد لله وضحك ونعمه بالله. حتىش انا يقان عبد الله سبحانه وتعالى. كنعتبره ابتلاء. كنعتبره ابتلاء من عند الله سبحانه. كنقول الحمد لله على كل حال. انا اللي كيبقى فيا حاليا هما وليداتي كيضيعوا. لا ما عندناش دابا حتى الفراش. ما بقاش عندنا شعلت العافيه. اجي ودابا يلا طلعوا تصوروا يلا تشوفوا الدار باقا محروق. شعلت لنا بسبب هاد احتكاك ديال السيارات. تما فين شعلت العافيه؟ تما فين دات لينا كلشي. فانا كان ولادي غادي يموتوا خرجوا مع المانطا. ولكن الباقي الله سبحانه وتعالى. حتى خدمه ما غتبغيني. بالنسبه لي كان الشباب لي جون
ما عندهم لا ولد لا بنت وما قبلوهمش غيقبلوني انا عندي الطريبيات. اي مره كنبغي نخدم عندها كتقول لي عندك بنت صغيره، الاخرى تنخليها وخا باقا صغيره، الولد حتى هو باقا صغير عنده 10 سنين. كيفاش ام كتشفى كيفاش غتخدم بيني وبينكم؟ نتوما تعرفوا الحل هو اللطف، ينزل من عند الله سبحانه ويسخر العباد ديالو، هذا هو اللي كنتظرو. وش الله كنا الايام، يا ريت الزمن يعود يوما، لان اغلبيه الناس كتحط في ظروف اللي كتكون عاشت في قمه السعاده، ولكن الموت كتغير الاقدار، الموت كتغير اي واحد. واش كتقولي ان الموت والديا كيسبب خلى راجلك تهرب؟ ايه حشيش والدتي اللي كانت معانا وكانت هزانا وكل شيء، وكانت عندها لانتريت وكل شيء. يعني ما قدروا نقولوا انا ما قدتش على المسؤوليه داكشي، ما بقاش قد عليه، ما بقاش قد عليه، ما دارش بوجه الوليدات بوجه ما ربي. كان قلت لك كنسال الله سبحانه وتعالى، وما نكذبش عليك وليت كنحسد الاموات، راه قمه التعاسه، راه الماء ما عنديش، ما حيلتي نسقي، ما حيلتي صابره لله الحمد، كنطلب من الله سبحانه. ما مطلقاش انا، ما نتعرش انا، بالنسبه لي عريان عند ولادي، انا ما كرهتش نبقى مسوره بشي واحد، انا من المغرب ما كيرحمكش. بالنسبه لك بغيت نقول لي انا يا حاجه وحده، كنت نهت من جهه وليداتي ملي كيشوفوا الاباءات حدا المدرسه وهزين وليداتهم، لو كانت الارض تحل ومتخشى في ديك المنظر ملي كنشوف، واخا عييت ما نوفر لهم ما قدرتش، واخا حال الاب ما كيوفر ما كيعوضو حتى شي واحد. هادشي اللي بغيت نقول لكم، هذا هو معاناه انا ولادي ناعسين، وانا كنبقى نشوف فيهم، كنقول اش غادي نوكلهم، اش غنشوف. والله العظيم والاكثر الناس اللي كتخاف الله كتدوز المعاناه، ماشي زعما نخرجوا للحرام ولا شي حاجه، ماشي حنا من دوك النوع، لان داكشي كيكون ولف، الا 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 كبرتي في شي طبع كتبقى فيه حتى ما غاديش تغير، هذاك كيبقى حتى هو ما كيساعدكش، حتى التربيه اللي انت تربيتي فيها ما كت على قبل وليداتك كتخدمي بالحلال. بالحلال انا فرحانه الحلال، انا ما نكرهش شي حاجه، باش ندير مشروع رانا في يدي ندير مشاريع، باش رزق يعني عارف الدين انك تبيع وتشري، عارف تقدر انك تبيع. انا باغ انا عزيز عليا البيع والشراء، ولكن ما عنديش باش غنبدا. انا خدمت مع الناس، بعت لهم حوايجهم، وحده كتقول لك كيبيع لي حوايج، كتمشي كتدور في الشتا كتبيعهم، كتعطيها داكشي ديالها هي، كتعطيك اللي بغات، حيت ما عندكش فلوس. ما جربنا بزاف من الحوايج درنا، وكافحتي على قبل الوليدات كلشي، اي حاجه باش تجي واحد يساعدك من القلب، الناس المحسنين القلوب الخير والمغاربه اللي كيشاهدوك دابا، شنو كتقولي؟ نطلب منهم، انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى، حيت الله سبحانه هو تعالى الا بغى شي حاجه كيسخر العبد ديالو، العبد ديالو كنطلب من الله سبحانه وتعالى يسخر لي العبد ديالو اللي هما جنود الخفاء، يا ربي الحنين، لان الدنيا راه فايته باش ما كان. انا ما طالبه والو، انا قانعه بالله، بغيت غير وليداتي ياكلوا ويتغطاو من البرد صافي، وقبر الحياه صافي. عطيني الرقم ديالك. 06-02-69-56 65 كيتغلطوا لي. 06-02-0 نعاود لكم رقم الهاتف مرة أخرى، 06-02-65 06-02-69-65 ها هو كلشي قدامهم، هذه الدار اللي ساكنه فيها، باقا مخلفات الحاره كما كتشوفوا في الباب، باقي جاب نتينا عافاك، باقي كلشي مساكن عايشه مكرفصه هي ووليداتها، عندها 3 وليدات هرب لها راجلها ملي كانت حامله، قمه المعاناه كتعيشها هاد السيده هادي. هي باغا تخدم، ولكن كيقولوا لها ان عندك وليدات صغار ما كتقدرش انها تخليهم، باقي وليداتها الكبير فيهم عنده 12 عام ياك، عنده 10 سنين يعني، الكبير فيهم عنده 10 سنين، ما عندها كيفاش تخدم، ما كرهاش انها شي بيع وشري صغيره، كتعرف تبيع وتشري. ونتمنى انكم تواصلوا مع المشاهدين الكرام، تعاونوا مع هذه السيده اللي محتاجه منا كل الدعم، حتى هنا المشاهدين كنكون وصلنا لنهايه المباشر، نتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر، الى اللقاء.